تشاهدون في هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة. اليمن بين أزمتين، اختبار الرياض، سحبت كتب فماذا عن البقية، السلطان والقيصر، انتخابات ومرشحين، الجوري وقصة غامضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي أرحب بضيوفي الكرام الدكتور محمد العبد اللطيف الأكاديمي والكاتب المعروف في جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ومعنا أيضا بعد طول غياب الدكتور عبد الله الكعيد الكاتب في جريدة الرياض، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا مساك. معنا أيضا للمرة الأولى الدكتور سليمان الضحيان وهو الأكاديمي في جامعة القصيم والكاتب في جريدة مكة، مساك الله بالخير. شرفتنا يا دكتور. أخيرا معنا الكاتب والإعلامي المعروف الأستاذ عبد الله ناصر عتيب، مساك الله بالخير. أهلا بالجميع. إلى موضوعنا الأول. في الوقت الذي لا زالت فيه روح المعارك تدور على الأرض اليمنية ووسط صراع تتزايد حدته يوما تلو الآخر، شهدت الجبهة السياسية اليمنية شرخا بين الرئيس عبد رب منصور هادي ونائبه خالد بحاح إثر قرار الرئيس إجراء تعديلات وزارية دون الرجوع لنائبه الذي أطلق تدوينة مدوية على موقع فيسبوك حذر فيها من دوامة العبث والصراع الداخلي. دكتور محمد، كيف تقرأ أو تفسر ما حدث؟ يعني أن تشهد الحكومة اليمنية في ظل ما يحدث حتى الآن هذا الخلاف. هو للأسف هذا هو دأب الحركات الثورية العربية، دائما يتنازعون حول ما هي نتائج المستقبل أو المستقبل قبل أن يصلون إلى المرحلة هذه. طبعا لا شك انه خالد بحاح بما له من كاريزما وما له من دور وانه زار مناطق كثيره في اليمن ربما اوحى ذلك الى الرئيس انه يحاول ان ينتزع منه بعض الاشياء. نحن لا نعرف الحقيقه ما هي تفاصيل هالخلاف اللي بينهم، ولكن للاسف يعني أنه تحصل هالخلافات في هالمرحلة الحساسة هذه. نحن لا نعرف أمانة إلى أين تتجه الحرب الآن، ولكن دائما الحروب تشن من أجل أهداف معينة. وتراجع هذه الأهداف من خلال سير الحرب ذاتها يعني. ومن ضمن الأشياء هذه هي السيناريوهات القيادة، يعني عندما الناس تدعم مثلا قيادة معينة في 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 حرب معينة تكون عندها أيضا خطط طوارئ فيما لو صار شيء في هالقيادات هذه، يعني إذا كانت التخطيطات هذه ماشية بشكل صحيح. نعم. أنا أتوقع، لأنه شوف بصرف النظر عن الخلاف، قد في أمور مثل هذه قد يتعرض القادة أحيانا للاغتيال. طيب وش تتوقع؟ ماذا نعم؟ وش تتوقع؟ تقول أتوقع، يعني أنا أتوقع أنه سوف تتدخل المملكة العربية السعودية وقوى التحالف وتوضح للطرفين أنه هذا الشيء غير مقبول في المرحلة هذه ولا حتى في المرحلة فيما بعد. يعني الآن هم يحتاجون إلى أنهم يعطون صورة ناصعة لليمنيين أنهم ناس أهل ثقة وناس ما بينهم خلاف وناس هدفهم واحد. إذا كنا نتفق على هدف واحد وهو إنقاذ اليمن وهو إصلاح اليمن، فلماذا نختلف؟ يعني إذا ما اختلفنا الناس سوف تقرأ هذا أنه هناك نوايا يعني مفترقة. خلينا نشوف رأي الدكتور عبد الله الكعيد. يعني أنت إيش رأيك؟ تتفق مع الدكتور عبد اللطيف؟ يعني إيش توقعك للقادم؟
والله خلي دعني أولا أقول شيء ربما يزعج الإخوة في اليمن، بأنه حقيقة أنه هذا خذلان للحكومة السعودية الذي تم هذا. أعتقد بأنه خذلان للحكومة السعودية، يعني قد ودول التحالف العربي قدمت أرواح وقدمت شهداء وقدمت دماء من أجل اليمن، من أجل العنوان الرئيس وهو عودة الشرعية. الآن الشرعية أصبحت بذاتها، نفس الشرعية أصبحت تنقسم وتختلف وتتصارع على السلطة، وأحد أقطاب الشرعية يصدر قرار، القطب الآخر يختلف معه أو يريد أن ينقض هذا القرار. هذا خذلان يا أخي على الأقل لنصمت هذه المرحلة. ما هو ما تشوفها ظاهرة صحية على الإطلاق. وأنا أعتقد زي ما قلت هذا خذلان لدول التحالف والمملكة العربية السعودية، خذلان لهم حينما كانوا يتوقعون من السياسي بأن يساعد العسكري. أصبح السياسي اليوم يخذل العسكري. العسكري هو اليوم له الصوت المرتفع في أرض المعركة، هو اليوم الذي يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. فبالتالي يجب على السياسي على الأقل، حتى لو كان عنده مشاريع أو كان عنده أجندات معينة، يجب أن يؤجلها حتى ما تنتهي المعركة، حتى ما تنتهي صوت المدافع كما يقال. ربما أنا أختلف شوي مع الدكتور محمد، هو لم يوضح، قال لا نعرف سير المعارك إلى أين تؤدي. لا واضح أنه الآن المعارك تبشر، حقيقة المعارك تبشر يعني كتحليل عسكري. لكن نسمع أنه عملية دخول صنعاء مسألة أيام، الآن لا أحد يتكلم عن دخول صنعاء. بس هذا ما قاله المتحدثين، المتحدث الرسمي. لا ولا يقول. هذا تحليلات. وليس التحليلات، هي عبارة عن تسريبات من أجل تليين أرض المعركة، تليين حتى مجرد بال 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 برفع الروح. ترى عبد الله يتكلم أيضا من خلفية عسكرية. لا من قراءات، يعني أتكلم من قراءات. أنا أتمنى أنه حرب اليمن تنتهي اليوم قبل غدا يعني. ولكن الحقيقه ابغى اشوف انا باقي شيء تقول تضيفه. تفضل. انا اعتقد بانه الى تقول الى اين ما الذي سيحدث. اعتقد بانه لابد ان يهدئ اللعبه الان، لابد ان يهدئ وليس تدخل. انا لا اتمنى بان المملكه العربيه السعوديه او دول التحالف، لا اتمنى السياسي بان يتدخل في هذه المرحله، لان هذه سياده يمنيه وشان يمني بحت. اوكي دكتور سليمان، انت كيف ترى إمكانية رأب الصدع اللي حاصل الآن في الحكومة اليمنية، وهم حتى الآن ما زالوا يعني ما زالت اليمن حتى الآن يعني بعيدة؟ هي المشكلة أن نبحث عن رأب الصرع في صرح أو الصدع في وقت الحكومة المفترض أن تكون حكومة طوارئ منسجمة. يعني إذا كانت في الأوقات العادية الآمنة يجب أن تكون الحكومة منسجمة بين جميع أعضائها، فكيف في وقت الأزمات، وقت الحروب؟ من باب أولى أن تكون حكومة طوارئ منسجمة. الإشكال الذي حصل في اليمن أن الحكومة أسست لنوع من التوازنات، بمعنى لإرضاء بعض الأطراف، فجاءت غير منسجمة وأصبحت فيها نوع من التنافس بين أطرافها، وهي فرعية طبعا. أنا أعتبرها فرعية عن إشكالية عند العالم العربي كله، أن الزعيم يجب أن يكون مشروعه نفسه. يعني حصل في العراق، يأتي مثلا المالكي لبلد لديه كل إمكانية النهوض، ماذا صنع؟ ثم نأتي فيه إلى سوريا، ماذا صنع؟ أكثر من 4 سنوات كله من أجل شخص لكي يبقى. وفي اليمن نفسه علي عبد الله صالح 33 سنة، اليمن في كل مقدراته أصبح من أجل هذا الشخص، وكما حصل في ليبيا. فالإشكال يعني كان المفترض والمأمول من حكومة تقود البلد في حال الطوارئ أن على أقل تقدير أن تشرف شعبها وأن تظهر الانسجام حتى لو كان ثمة خلافات. ثم إني استغرب من نائب الرئيس أن يخرج هذا على العلن ويكتبه في الفيس، فكأنها يعني مناوشات فيها نوع من الصبيانية. طيب أستاذ عبد الله، أنت كيف شايف أنه، هل شايف أنه الوقت مناسب لمثل هذه ذا قبل تستقر الحكومة طبعا. يعني مناسب لخلافات على هذا النحو؟ طبعا الوقت غير مناسب أكيد، لكن هم في النهاية رجال، يعني هم في النهاية بشر وقابلين للخلاف. الخلاف هذا موجود منذ فترة طويلة يعني، لكنه لم يستفحل ويظهر للعلن إلا قريبا. يعني كانوا يختلفون، حتى كانوا يختلفون على تسمية وزير الزراعة. يعني في حكومة ثورية أو حكومة يعني خارج اليمن، ويعين وزير زراعة، مثل يختلفون حول وزير الزراعة. يعني المسألة غير مفهومة أبدا. يبدو أن هناك خلاف واضح بين رجلين، خلاف عميق يعني. إيش الحل على فكرة؟ أنا أظن أن يجب أن يكون هناك يدا
للتحالف في هذا الأمر. يعني لا يجب أن لا يترك الأمر للحكومة الشرعية، هي فعلا حكومة شرعية لكن هي في النهاية وزارة خارجية. يعني كل يعني عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح وكل وزراء في هذا الظرف هذا هي وزارة خارجية، هي دبلوماسية، وأعتقد أنها فشلت أيضا. يعني فشلت في التواصل مع العالم الحكومة اليمنية. يجب أن يكون هناك تدخل من من قوات التحالف لتغيير الوضع الحاصل الآن بذهاب أحدهما. يجب أن يذهب أحدهما، أنا أعتقد أنه لن يستقيم الحال بوجود بحاح ووجود هادي. يعني وأنا أفضل شخصيا أن يذهب هادي. يعني بحاح في النهاية رجل قوي، تعيين الوزراء بحسب الدستور اليمني هو من صلاحيات بحاح. يعني صحيح. الدستور الجديد الذي لم يقر حتى الآن من صلاحيات هادي، من صلاحيات الرئيس، لكن الدستور 90 القائم حاليا اللي هو القائم حاليا من صلاحيات بحاح. أنا أعتقد أن هادي لديه بعض المخاوف الشخصية من بحاح ومن شخصية بحاح ومن ما تعتقد يا عبد الله أنه هادي كما هو يعني مشاع أو متوقع عند الناس أنه يعلم أنه رئيس مؤقت؟ لا، أنا أعتقد أن هادي يراهن على وجوده في الرئاسة بعد استقرار الأوضاع. وهذا أمر خاطئ تماما. يعني كل الحكومة الآن بما فيها بحاح أيضا افترض لا تكون موجودة، فقد تكون حكومة انتقالية لتسليم الحكم ليمنيين آخرين. يعني من الصعوبة بمكان ومن الخطأ أيضا أن تكون هذه الحكومة الموجودة في المنفى الشرعية الآن التي يعترف بها العالم، من الخطأ تماما أن تقود اليمن في المرحلة القادمة واللاحقة، لأن الأدوات التي تستخدمها الآن والظروف التي تعيشها الآن غير ظروف السلم وغير الحكومة الثورية. دائما لا تستقيم في أي مكان في العالم، لا تستطيع أن تقود البلاد في أي مكان في العالم أبدا. فأنا أعتقد أن هادي يجب أن يتفق اليمنيون بوجود التحالف، يجب أن يضغط التحالف في هذا الأمر أنه هادي شكرا لك، ربما هادي يغتال في أي وقت، ربما يصاب بأي يعني خروج هادي من المشهد ليس خروج للشرعية. أي طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. 65 شخصية سورية معارضة تستعد الرياض لاستقبالهم بعد أن تلقوا دعوة عامة لحضور المؤتمر الأول الذي يمهد للمرحلة الانتقالية في سوريا. بطبيعة الحال الأمر لم يرق كثيرا لطهران التي اعتبرت أن المؤتمر مخالفا لبيان فيينا 2، لكن السعودية ماضية في مواصلة نهجها الهادف إلى حقن الدماء السورية ووقف آلة القتل التي تستهدفهم. كيف شايف عبد الله صحيح أهمية مثل هذا المؤتمر في ظل يعني ما يحدث الآن من وجود قوي لروسيا وهذا الدعم أيضا اللي قاعد يتقاطر من دول أخرى، آخرهم أولاند الرئيس الفرنسي اللي يقول ووزير خارجيته اللي يقول يعني نعتقد إنه بشار يمكن يعني يستمر لحين يعني وذا، فأنت شايف إنه منه جدوى كثير. أشوف في جدوى كبيرة جدا. يعني سؤالي لماذا اختار هؤلاء السوريون الرياض ليعقدوا اجتماع فيها؟ هذا واحد. هم اللي اختاروا ولا السعودية؟ لا السعودية. ولماذا اختارت الرياض دعوة هؤلاء السوريون أو دعوة هؤلاء السوريين ليأتوا ويتناقشوا في مستقبل سوريا أو ليصنعوا وفدا مفاوضا ليتفاوض مع النظام فيما بعد؟ أنا أعتقد أن الرياض الآن وفي هذه الظروف تجد أن عليها واجبا يعني قوميا وإسلاميا في أن تكون مع المعارضة التي تخلى عنها الجميع. صحيح. يعني الآن كل القوى الموجودة الآن في سوريا تحارب جهات ليس لها علاقة أبدا بنظام بشار. الأصل في الأزمة السورية هي شعب قام بثورة ضد نظام بشار قمعي، نظام قمعي ونظام دكتاتور. كل هالأمر نسي الآن في ظل وجود هذه الدول العظمى كلها تحارب، كل دولة تحارب على هواها. صحيح. الآن الرياض تعيد القوى المعارضة للمشهد، تعيد القوى المعارضة المعتدلة للمشهد، المسلح فيها والسياسي أيضا. يعني هناك فيه إشكاليات كبيرة في من تدعو الرياض أو من لا تدعو الرياض، أعتقد أن هذه مسائل يعني قابلة للحل، يعني ربما أن أيضا حل جزء كبير منها. أيضا
لماذا أتوا هؤلاء للرياض؟ لماذا وافقوا أن يأتوا الرياض؟ لماذا تقاطروا جميعا؟ لماذا كلهم باحثوا عن الدعوات؟ لأن في حتى إعلان القاهرة ذهبوا إلى وزارة الخارجية المصرية من أجل أن تتوسط لهم لحضور مؤتمر الرياض. أنا أعتقد أنهم يعتقدون أن الرياض أو السعودية هي الملاذ الوحيد الآن في هذا الوقت يعني. كل دولة أو كل قوة عظمى موجودة في المنطقة لها مصالح. بس اعتقادهم ما يكفي. تعتقد أنت أنه برضه وجودهم مهم وأنه سيثمر يعني؟ أنا أعتقد أن أهم هدف من هذا الوجود هو توحيد الرؤى. يعني الآن السوريين يعني في مثل أي ثورة تتقسم على المدى الزمني طويل، تتقسم القوى وتتنازع على المستقبل زي ما قاعد يحدث في اليمن. أنا أعتقد أن هذه نقطة مناسبة الآن لتوحيد الصف السوري في اتجاه واحد. ممتاز. دكتور سليمان إيش رأيك؟ إيران طبعا ما عجبها هذا الأمر لأنها تعتبر أنه هذا المؤتمر مؤتمر معارضة مخالف لبيان فيينا اللي هو رقم يعني 2. فهل تعتقد أن إيران عندما تعارض هي تخشى من نجاح هذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أن إيران مرعوبة من الذي يحصل. السبب في هذا أن إيران راهنت على بقاء الأسد وألقت بثقلها معهم. الذي حصل دخول روسيا حصل ربكة بالنسبة لإيران، لأن روسيا ليست لديها أيديولوجيا في قضية ما يحصل في سوريا. القضية لديها مصالح، حيث تكون مصلحتها تكون يكون عملها. صحيح. فالإشكال الذي حصل أن 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 روسيا إيران كانت هي والنظام يدعون حينما استدعوا روسيا للحرب في كانوا يريدون أن يبدأ السلام بعد اللي هو التمهيد له في الأرض تعديل القوى. الذي حصل أن السلام الآن بدأ قبل أن تتعدل الروعة، وهذه كارثة بالنسبة إلى إيران، خاصة أن الذي اقترح اسم السعودية في لاستضافة المعارضة روسيا نفسها هي وأمريكا، هي الدولتان أصرتا على أن تكون المعارضة تعقد مؤتمرها في الرياض. فهذا دليل على أن روسيا فتفهم من الإشكال أعظم من قضية أنه مجرد أن نقصف وتنتهي الوضع، بمعنى أنه لابد من حل سياسي لأنه قد يتطور وضع إليها معها إلى كارثة كما حصلت في أفغانستان. فالإشكال عند إيران أنها تخشى أن تخرج من المولد، لا أقول يعني بلا حمص وإنما بحمص قليل، وهي كانت التي تراهن. ولهذا الآن وجدنا أنها في الآونة الأخيرة بدأت تظهر قتلاها ومن قتل لها لكي تظهر أنها بذلت وأنها عملت وأنها ليس فقط جاءت روسيا وأخذت المشهد كله. ممتاز. دكتور عبد الله، بالفعل يعني الآن كأنه الموضوع السوري انحصر بين دولتين، أنا أقصد روسيا في تأييد وهي تؤيد النظام، وأيضا روسيا التي أوحت كما قال الدكتور سليمان للسعودية بأن تجمع المعارضة. من الجانب آخر السعودية هي التي يعني تؤوي المعارضة، كأنهم يهيئون لالتقاء الطرفين، وهذا فيه تعمد تغيب لدور إيران. كيف شايف الأمر أنت؟ وليس فقط ليس فقط لمجرد تعمد لتغيب دور إيران، إنما أيضا فيه ثقل كبير من المسؤولية على المملكة العربية السعودية. ما سيخرج عنه المؤتمر هذا سيكون ربما ينظر لها القوى الكبرى تحديدا، أنه فيما لو لا قدر الله فشلوا هؤلاء الذين أتوا للرياض في تحمل مسؤولية هذا الانتقال السياسي، فإنه طبعا أكيد يقولون أنتم السعودية اللي يعني لم تجيدوا دوركم في تقريب وجهات النظر. الحقيقة طبعا المسؤولية يعني عظم المسؤولية في لا أحد يتخيل، هو مجرد أشخاص أتوا أو فصائل سورية ثائرة أتت إلى الرياض من أجل أن تجتمع كي تحدد من يمثل من، ولكن المسألة أكبر من كذا. حينما تخلى المجتمع الدولي عن المعارضة السورية، والكل يعرف هذا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية حينما تخلى عنها، كان بسبب أصلا تخلي عنهم لأنه اعتقد الجميع بأن الكل الذي يحاول أن يوصل الثورة السورية إلى بر الأمان كلهم إرهابيون.
لأنه أعطى داعش صورة سيئة جدا للمجتمع الدولي عن المعارضة السورية. داعش والنصرة وغيرهم من أقصد الفصائل المتطرفة. فبالتالي أنا أعتقد مؤتمر الرياض الأهم يعني أهم نقطة في 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 جدول الأعمال هي تنظيف بل تلميع الصورة السيئة للمعارضة السورية. ممتاز ممتاز دكتور محمد. مرة أخرى أيضا أنا أعتقد أنه روسيا بالفعل لما جاءت ودخلت بهذا بهذه القوة في سوريا كأنها حيدت أو أزاحت دور إيران، على حين بقيت السعودية يعني ودورها مؤثر في الأزمة السورية. هل هذا صحيح؟ هو لا سوريا يعني هل تقبل إيران بأن تخرج من المولد بلا حمص؟ هو لا، إيران لن تخرج من المولد بلا حمص، ولكن لا إيران ولا روسيا يراهنون على الأسد، هم يستخدمون الأسد فقط. هناك شبه اتفاق يعني أحيانا يخرج للسطح وأحيانا لا يخرج للسطح وأحيانا يخبو وأحيانا يطلع له صوت قوي، وهو أن الأسد لابد أن يذهب. السؤال هو متى وكيف. حتى الأسد بنفسه يقول أنا مستعد للتنحي إذا طلب مني الشعب أو إذا انتهت مرحلتي الانتخابية. هو الآن يبغى يضمن سلامته، يعني معروف أنه سينتهي. يبقى هنا العذر الذي دائما يساق، لماذا لا يخرج الأسد؟ لأنه ليس هناك بديل وليس هناك فيه مرحلة انتقالية ذات مصداقية أو يخشى من البديل. للأسف هال 65 يعني شخصية معارضة، هؤلاء يمثلون 65 فصيل، هذول يحاربون بعض أحيانا، هذول تستقطبهم مخابرات مختلفة. لا يمكن أن تكون فيه مرحلة انتقالية يمثل فيها 65 شخصية سورية. طيب هذا اللي هذا يمكن هذا هو دور المؤتمر في الرياض لتوحيد وجهات النظر، هو جس نبض عملية كيفية تقريب الرؤى بالنسبة للفصائل هذه، وربما تقديم النصح لهم أيضا، مثل ما تكلمنا عن بحاح، تكلمنا عن هذه قبل أنها تؤجل هالأمور إلى ما بعد. فهم السعودية سوف تطلب منهم نسيان خلافاتهم وتقريب وجهات النظر. نعم، وتقريب والظهور بجبهة معارضة ذات مصداقية، لأن هذا سيعجل برحيل الأسد. فاصل ثم نعود إليكم. إلى الموضوع التالي. يبدو أن معركة السلطان أردوغان والقيصر بوتين آخذة في التصاعد والتوتر بشكل لافت، ذلك أن الصراع بدأ يتخذ بعدا شعبيا ويتجذر يوما تلو الآخر دون أن تكون هناك أي مؤشرات لتقارب دبلوماسي أو تهدئة من أي طرفين، وسط تصريحات تزيد النار اشتعالا هنا وهناك. كيف شايف أنت هذا الصراع؟ هل هو لإثبات الذات؟ هل هو سعي لانتصار الطرف على الآخر؟ إيش المتوقع من؟ هو في الحقيقة هو تقاطع مصالح في المقام الأول طبعا، ويبدو أنه الذي يغذي هذا الصراع أو أخرجه للعلن شخصية الرئيسين يعني قيصر والسلطان. يعني قطباني متضادان، يعني كلاهما نفس الصفات. بوتين عنده التصميم وعنده الحزم وعنده الرؤية لروسيا أن تكون أمة ضخمة، ونفس الحكاية عند والعناد والتصميم، ونفس الحكاية عند أردوغان. فالتقيا في لحظة خصام في قضية إسقاط الطائرة، فأصبحت إشكالية هل يعتذر أو لا يعتذر. يعني أصبحت القضية كأنها إهانة لأمة كاملة التي يقودها هذا السلطان الذي يريد إرجاع لها. وهذا والحكاية نفس الحكاية عند روسيا، القضية أصبحت مهانة الأمة الروسية يمثلها هذا الذي أعاد مجدها ووقف ضد الغرب وأصبح لها حضورها قوي وحاول إعادة اللي هو القطب العالمي الثاني. فأصبحت الإشكالية أنا يبدو لي أنها تتمحور حول هذا حول، وأما قضية أنها ستقوم حرب إلى آخره يعني هذه مستبعد نهائيا، لأن الإشكال أعظم يعني ستطور إلى ما هو أعظم لو قامت. طيب انت ايش رايك دكتور عبد الله؟ هل يعني يمكن ان يكون هناك يعني تتوقع حلول للمشكله هذه اللي قاعده تحدث؟
والله في المنظور القريب أنا أعتقد بأنه أصلا هي لعبة سياسية يعني يجب أن نعترف بهذا. هي مش قضية يعني إسقاط طائرة وحدث أن أسقطت طائرة تركية قبل ولم يحدث هذا الضجيج. أنا بتكلم على أنه رب ضارة نافعة. هذه الضارة نفعتنا وكشفت لنا حقائق لم تكن لتكشف في يوم من الأيام لولا سقوط هذه الطائرة، لولا إسقاط تركيا، لولا إسقاط أردوغان للسخوي الروسية. أنا لا ما 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 كيف تكشف بأنه كان هناك سؤالا معلقا على مدى فترة طويلة، أين يذهب النفط المسروق من قبل داعش، أين يذهب وكيف ومن يبيعه ومن يشتري. عدة أسئلة كانت معلقة. يبدو لي بأن هذا الحدث كشف المستور أو كشف المغطى كما يقال. ليش أنت كأنك تتبنى يعني وجهة نظر بوتين؟ لا لا ليس هذا بالعكس. على فكرة تركيا إيران أيضا تقول بأنه كان هناك بل هناك اتفاق بين روسيا وبين داعش في حكاية بيع النفط السوري. أنا بتكلم أنا لا أسمي ولا أشير لمن يبيع على من أو من لا، هي فقط كان الناس بالفعل يتساءلون. منظمة إرهابية مسيطرة على أرض وفيها مصادر نفطية كبيرة وتحالف دولي يضرب من أكثر من سنة. وكلما ازداد الضرب كلما ازداد التوسع على الأرض. فبالتالي هناك أسئلة كبيرة. أنا أقصد شيء واحد بأنه حتى هذه اللعبة السياسية التي تدار الآن بين القيصر وبين السلطان، أنا أعتقد بأنها ربما يكون سيناريو شبه متفق عليه. إيش رأيك؟ معقول يكون هناك يعني اتفاق بين أردوغان وبوتين يعني؟ لا لا لا، لا لا هو أنا أتوقع. لا عفوا ترى معلش سيناريو متفق عليه طبعا، ما هو بهذه الحدة إنه تسقط طائرة حتى يصير الحدث، استغلال الحدث لكي تستمر السياسة. طيب. إيران تعتبر نفسها حامية الشيعة في كل مكان. لا. تركيا تعتقد أنها حامية التركمان في كل مكان. حتى في الدول آسيا الوسطى اللي استقلت من الاتحاد السوفيتي. بوتين عندما بدأ بقصف مناطق التركمان، التركمان هم من يتاجر مع السوريين سواء داعش ولا غير داعش ومع الأتراك. فعندما قصف التركمان هناك حسابات مختلفة كانت تركيا تعتقد بس في حدود في مجال الحدود التركية. نعم في لا هو على هو القرى التركمانية منتشرة متداخلة وهو قصفها كلها. ايه فلما ازداد القتل المدنيين وحتى الناس الآن جميع العالم مستاء من القصف الروسي اللي ما يفرق بين مدني وبين داعش وبين الآخرين، فاستثارت حفيظة تركيا وأسقطت الطائرة. كان في حسابات تركيا أن الناتو سيهب معها، ولو هب معها الناتو كان توقف بوتين عن كل التصريحات هذه. ولكن الناتو له في الأمر في نفس يعقوب قال تركيا حاولوا أن تصلحوا مع روسيا. أخذت هذه أنها تقريبا سماح لها بالكلام هذا. أنا أتوقع وهذا سيناريو مخيف جدا أن الغرب سمح للروس بالدخول وسمح أيضا للأتراك بالتدخل، وسوف يوسع المنطقة إلى حرب برية واسعة جدا يتم من خلالها استنزاف كل المنطقة وإدخال جميع الأطراف فيها. والغرب تكون مصلحة، تشوف الغرب الآن وأمريكا لا يريدون النفط لأن النفط صار بلاش في السوق، الآن هم يبون الأموال اللي جابها النفط. أوكي عرفت مني شنون؟ واضح. هلا شوف عبد الله، هل ليش اولا خذل الناتو بالفعل، خذلوا تركيا او خذلوا اردوغان؟ وهل تتفق مع فكره التآمر اللي يشير لها الدكتور محمد العبد اللطيف انه في محاوله تطنيش من الغرب ليحدث مشكله يعني؟ يعني دائما الصراعات اللي موجوده في العالم يعني في مصالح ناس، وفي يعني في دول تحرص على وجود صراعات معينه في العالم يعني. أي. يعني الناتو مثلا انا اعتقد اذا لو دخلت حرب تركيا مع روسيا ربما يكون هناك موضوع اخر يعني، لكن في التصريحات وما شابهها وخصوصا تصريحات بوتين واردوغان يعني اعتقد ان التدخل في مثل هذه التصريحات مثل اللي يضع يعني نفسه في مكان غير لائق. هي المساله، انا اعتقد ان روسيا راح تستفيد
من اسقاط الطائره لاقصى مدى يعني. هي الان انا اعتقد انها تعصر فوائد اسقاط الطائره فقط. سيكون هناك حرب؟ لا اعتقد ابدا. يعني اقتصاديا المساله اعتقد انها ايضا قابله للمراجعه لانها ستؤثر على البلدين. يعني البلدين حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليار دولار. أي رقم ما هو سهل ابدا. فانا اعتقد ان هذا راح تفكر فيه الامه الروسيه وليس بوتين. يعني بوتين في النهايه هو رئيس روسيا صحيح، لكن صحيح. هناك امه روسيه اعتقد انها ستفكر في هذا الامر كثيرا، مثل ما ستفكر ايضا تركيا. انا اعتقد المساله ستنتهي عما قريب. يعني اردوغان يعاند كثيرا. هو لن يعتذر لان الاعتذار سيركع العزه صحيح. التركيه على قدميها يعني يجرح السياده التركيه. هو حزين لم يعرف لانه لم يعرف ان الطائره الروسيه، لكنه لن يعتذر. اعتقد ان الامر سينتهي بشكل او باخر. الخرب يعني لا نتوقع دائما انه يريد ان يحل كل شيء. افتحهم دع العمليه تستمر لفتره. لكن المشكله مش الغرب، المشكله احنا إيه؟ الشعوب العربية اللي جزء راح مع روسيا جزء راح مع تركيا. إحنا مشجعين في كل الأحوال يعني كأننا المشكلة. في مدرجات على حال الآن ننتقل إلى المواضيع المحلية، إلى موضوعنا التالي. سحبت وزارة التعليم السعودية مؤلفات تعود لكتاب محسوبين على التيار الإخواني، كان أبرزهم حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي وأبي الأعلى المودودي ومالك بن نبي من مكتباتها ومصادر التعليم، وطلبت من المدارس عدم قبول الإهداءات من الكتب في خطوة شهدت اهتماما بالغا لدى الأوساط التعليمية. حبيبنا، كيف تشوف الخطوة هذه؟ هل هي متعدية؟ هل هي متأخرة خطوة وزارة التعليم؟ طبعا متأخرة كثيرا، لقد تأخرت كثيرا. بعدما احترقت روما بدأنا نفكر في شراء عربة إطفاء. فبالتالي كل هذه الإجراءات المتأخرة، أوكي أن تصل متأخرة خير من لا تصل أبدا، هذا كلام فاضي حقيقة احترامي. يعني يخلون الكتب؟ لا، لماذا؟ أنا أسأل لماذا أصلا موجودة هذه الكتب من البداية؟ من باب من الحرية؟ من الذي أو لا من لا باب الحرية؟ لا سيدي، ليس من باب الحرية، بل من باب التقصد والإفساد وإفساد عقول الطلبة. يعني بمعنى أنه أنا يعني يفترض في مؤسسات التعليم العام تحديد ابتدائي متوسط ثانوي أن تكون بيئة تعليمية فقط، وليست بيئة ايديولوجيا حتى يكون هناك أناس يعني يتقصدون إثارة يعني ما يحدث الآن. هذه نتائج ما يحدث. هذا هو الجواب على كيف أو لماذا يتدعشن طلبتنا، لماذا يتدعشن الصغار؟ يتدعشن الصغار لأنهم وجدوا بيئة تساعد على التدعشن. الإشكالية عفوا، الإشكالية ليست هنا فقط. سحب الكتب لن يكون هو الحل الأمثل، ولكن الفكر لا زال أعتقد من وجهة نظري لا زال موجود. من قرأ هذه الكتب من المعلمين خليني أقول ربما هي الإشكالية وليست فقط الكتب. ربما الطالب على فكرة لا يقرأ كتب بهذا الحجم، ولكن من قرأها من هو أكبر من الطفل والذي يستطيع أن يحقن عقل الطفل بما موجود في هذه الكتب. طيب دكتور سليمان، إحنا عجزنا الحين نعرف هل الدعشنة جاية من فكر الأخوان ولا الدعشنة جاية من فكر الوهابية؟ طبعا جاية نازلة في مظلة ولا من وين؟ أنا طبعا أولا فقط أريد أن أخالف الأستاذ، أنا أخالف مخاوة جذرية وأرى أن هذه خطوة خاطئة من وزارة. لعدة أمور. أولا أن هذه الكتب حقيقة صعبة الفهم على التلاميذ أصلا، يعني وجودها كعدمها في بمعنى أن الذي حصل من الوزارة هو إثارة سلبية أنها تصادر وأنها تمنع وأنها تقمع. فأولا هذه الكتب يستحيل فهمها عند الطلبة المتوسطة والثانوية، يعني وجودها ديكور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني أن بعض الكتب التي صدرت هي نفسها تساعد على الانفتاح، يعني مثلا كتب مالك بن نبي. مالك بن نبي على إيش؟ الانفتاح. مالك بن نبي هو أقرب العلمانية من الإسلامية أصلا. دعك من الدعشنة، مثلا كتاب القرضاوي الحلال والحرام. الحلال والحرام هذا هي كلها
يعني نحن نطالب بمثل هذه الفتاوى أن تقال لدينا في السعودية لأنها منفتحة جدا. أنت قرأت الكتاب؟ قرأت الكتاب؟ أنا أعرف الكتب. حلال حرام. لا 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 كتاب القرضاوي كتاب البن كتاب حسن النعم. لا لا لحظة لحظة يتكلم عن يا عبد الله من الذي نعم هو يتكلم الحين عن كتاب واحد الحلال والحرام يقول الفتاوى تجي لا والله لا تجي عند هو يتكلم عن الحلال والحرام كتاب يوسف القرضاوي وليس نعم نتحدث عن كتاب الحلال والحرام حلال وحرام لا نريد اصلا زياده في اللي عندنا الامر الثالث يعني المصادره يعني ليست حلا يعني والان كل الكتب موجوده على النت انا عندي الان في اللابتوب اكثر من 4000 كتاب نزلوا من الانترنت أي. بمعنى انك ان تمنع هنا وهو موجود يعني بمعنى انه ليس أعمل. الامر لا يمكن بس وجودها يعطيها مشروعيه بينما هي الامر الاخطر انك انت تعلم التلاميذ ان الحل في مواجهه اي راي المصادره أي. بمعنى نحن نريد أن نربي التلاميذ على العقلية المفتحة كيف تتحاور مع الآخر ثم نربيهم على امنع لا تسمح امنع المرض أنا ضد المرض. هذه أن يستفحل أنا لا ضد لا. هذه العقلية المكارثية أقول أنا ضد هذه العقلية المكارثية أي رأي نختلف معه وصادروه لاحقوه افعلوه واتركوه جبوه إيش رأيك يا عبد الله في الإجراء اللي سوته وزارة التعليم يعني البيان اللي خرج من الملك عبد الله الله يرحمه قبل سنة بشأن تجريم حزب الإخوان أي. يعني الكلام هذا كان في رمضان الماضي لائحة الإرهاب أو وضع على لائحة الإرهاب بعد سنة من القرار أي. بعد سنة من القرار تسحب كتب الإخوان من المكتبات يعني هذا في خلل معين الآن عندنا خلل معين الشغلة الأخرى المسألة هذه الكتب هذه موجودة من 30-40 سنة في المكتبات السعودية صحيح لم يتبين لخطرها إلا عندما تغير التوجه السياسي للإخوان أو عندما اختلفنا مع التوجه السياسي للإخوان أي. أنا مع نعم تسحب من المكتبات أنت مؤيد أنا تسحب من المكتبات لماذا؟ لأننا أصبحنا على خلاف مع منبع هذه الكتب هذا واحد أي. لكن أيضا لست مع مسألة المصادرة والتجريم ووضعها كمخدرات أي. لأن هذا سيزيد من الطلب عليها أيضا يجب أن تواجه الفكر ويجب أن نواجه فكر الكتب هذه بفكر آخر, آخر يعني بفكر آخر تنويري يدحض يدحض وليس فقط أتفق مع الدكتور بمسألة أنه يعني عملية أنه تزال تماما وتجرم تماما ويكون حاملها مثلا يكون في حملها مدعاة لدخول السجن أنا أعتقد أن المسألة هذه انتهت منذ زمن أنا فقط أعيد لماذا بعد سنة كاملة تم هذا الأمر وهي موجودة عندنا من 40 سنة لماذا الآن ويجب أن نفرق بين التوجه السياسي وبين الفكر أبي أشوف تعليق الدكتور أنا أتفق مع أستاذ عبد الله في آخر ما قال يعني ولكني أنا ضد عملية السحب أنا أعتقد أنه يعني نحن في حيرة من أمرنا كثير من الكتب هذه طبعت مجانا على حساب الدولة فيما سبق وكنا نشجع الفكر ثم اكتشفنا أن طيب معلش يعني بطلت الدولة سحبها أو تغيرت سياستها لحظة أنت أو أدركت أنت لاحقا أنه يعني هناك أي تنظيم أي أي نحن أي لماذا نعتقد أن هالكتب هذه خطرة أي لأنها سببت خلل إيديولوجي في المجتمع أي لماذا فيه هالخلل الإيديولوجي لأنه ما فيه توازن في الفكر أنت سمحت بهالكتب في فترة من الفترات ولجمت الفكر الآخر اللي ممكن على الأقل يسلط الضوء عليها سحب الكتب أنا أول مرة أعرف أن في كتب في وزارة التربية والتعليم بهالشكل أنت الآن صرت توعي الناس على المدارس الحاجة الأخرى أنك إذا سحبتها زاد الطلب عليها يعني هذا ليس حلا يعني طيب خلاص أنا أتكلم أنه يعني يجب أن احنا كل شغلنا احنا أحيانا ردات فعل مجرد قالوا كذا اسحب يجب ان احنا نبعد بالتعليم عن كل هالامور هذه ونركز التعليم على الامور التي يستفاد منها في التعليم لا يكون التعليم مجال أدلجة يعني واضح انت بتقول شيء بس بسرعه انا فقط انا اقول يعني انه قضيه اننا نقول ان السبب في كذا وجود كتب فلانيه يعني هذا في تبسيط الموضوع يعني موضوع التطرف والارهاب اكثر بكثير يعني تونس وهي في زمن ابن علي وغيره ممنوع كل كتاب اسلامي والان اكثر من ينتسب الى داعش من تونس فاصل ثم نعود اليكم
موضوعنا التالي. دخلت الانتخابات البلدية في السعودية مرحلة الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات الذين لم ينجحوا في لفت الأنظار لحملاتهم الدعائية، وهو ما كان متوقعا، فيما ينتظر المراقبون يوم الاقتراع لقياس مستوى المشاركة الشعبية في اختيار أعضاء المجلس البلدي الذين سيكون لهم في الدورة الثالثة صلاحيات أوسع من سابقيهم. انتخابات بلدية وكل شيء من إن شاء الله السبت الجاي على حال، هي منتظرة وفيها 1000 امرأة مرشحة جاي. يعني فهل تتوقع أنه يعني حيكون لها صدى، حيكون لها استجابة؟ أولا مشاركة النساء هذا أمر جيد، يعني ولو أنه ما يغير في الأمر شيء، أنا أنظر للإنسان كإنسان لا رجل ولا امرأة، الإنسان هو الأصلح والأصلح. هذا أمر. الحاجة الثانية، يقال الرمح من أول ركزة، ولذلك الانتخابات السابقة الناس أحبطوا فيما بعد الانتخابات أن المجالس البلدية لم تعمل، انتهت فترتها وهي لم تعمل، ثم عندما عملت لم تقدم شيء، واستقال كثير ممن رشحوا لأنهم أصيبوا بالإحباط. ولذلك تجد أنه في الحين لما عملت لم تقدم شيء. ليش؟ نعم، لما عملوا لم يقدموا شيء، لان ليس لم تكن لديهم صلاحيات. لاحظ ان الاعلان هنا لاحظ ان كنت انتم هنا قلتوا بصلاحيات اوسع، يعني فيها شويه تنبيه. ولكن انت القضيه الانتخابات لها اسس، والانتخابات لها اصول. هذه انتخابات خيام، كل واحد يطق خيمه ويطلع. هل يوم من الايام انت استضفت يا استاذ ادريس ناس مثلا هنا من المجلس البلدي وتناقشوا حول امور وتطرقوا لبعض الامور؟ هل الاعلام يستضيفهم؟ هل نسمح احنا بخلافات وجهة النظر فيما يتعلق بهالموضوع هذا؟ هل مثلا تكلموا عن السيول والمشاكل اللي صارت في البلديات؟ لا، هي مجرد انه والله يثقوا في جماعة الخير، ترى انا انسان منصح وترى انا حبيب وترى بنفع. واضح واضح. انت ايش رايك في الانتخابات؟ مع انه على فكره الاشياء اللي قالها في اليه طبعا للمرشحين عشان يقدمون برامجهم الانتخابيه وذا عبر الاعلام وذا. انت انا ساتحدث على فكره عن تجربه لي، اني كنت ضمن المراقبين للانتخابات البلديه الاولى في مراحلها الثلاث، وكنا متطوعين في هيئه الصحفيين السعوديين كجهه مستقله انا ذاك، بل كنا سبقنا انتخابات، فبالتالي كنا متحمسين للعمليه الانتخابيه. كانت ثقافه جديده، تعتبر طبعا بعد انقطاع ليست أول مرة، يعني بعد 60 سنة من انقطاع عادت الجديد في مرحلة كثقافة نعم أكيد. فبالنسخة الثالثة الآن لا زال نفس الفكر الذي لم ينضج رغم مرور هذه السنين لدى المرشحين وليس الناخب. ليه؟ لأنه لا زال المرشح يعتقد بأنه في الحملات الانتخابية، بتكلم أنت بتسأل الآن عن الانتخابات، لا زال إلى الآن يعد في أشياء يمكن أكبر من قدرات مش بس البلديات، أكبر من قدرات وزارة الشؤون البلدية والقروية نفسها. نعم، يعدون بأشياء ضخمة جدا وكأنها انتخابات رئاسية وليس انتخابات مجلس بلدي. ثم بعد كذا تأتي إلى حكاية بالفعل ماذا قدم المجلس البلدي خلال الدورتين الماضية الأولى والثانية. حقيقة أنا مع الدكتور، ما لم يقدم ولا شيء. خلاص لحظة أبي أشوف الدكتور سليمان عشان الوقت بس. أنا أقول إن لدي أدلة على أن الوعي بأن هذه الانتخابات أو هؤلاء المجالس لم تفعل شيئا، انه مثلا من الاحصائيه مثلا ان المسجلين مثلا في جده وهي سكانها 3 ملايين 23 الف فقط سجلوا هذه السنه، في مكه 11 الف، بينما في حائل 45 الف، وفي الحدود الشماليه 29 الف. يعني لماذا في جدة هم أقل مثلا؟ النساء مثلا في جدة والمفترض المنطقة الغربية أن في أكثر تحضر وأكثر انفتاح، النساء في جدة 3500 امرأة فقط، في مكة 2500 امرأة، في الجوف 8400 امرأة. ليش ناخبين سجلوا في جد 3500، في مكة 2500، وفي الجوف 8400 امرأة، وفي القصيم 7800 امرأة. أنا أرى أن في القصيم كم؟ 7800 والله طورته يا فلا انا لماذا اتيت هذه الاحصائيه؟ لان غالب المناطق البعيده الاشكال عندهم قبيله وجاه،
المناطق الحضريه كان عندهم وعي انه ما وجدوا ما في داعي نسجلوها زعما. انت طيب تنتخب سيدات يا دكتور سليمان؟ اكيد بس ما يعني ما عندك اشكال. اوكي خلينا نشوف عبد الله عتيبي. انا اشوف ان يعني مفهوم البلديه في دول العالم يختلف مفهوم البلديه عندنا يعني. وهذه هي الاشكاليه الحقيقيه يعني. ليش؟ يعني رئيس البلديه في نيويورك هو حاكم نيويورك مثلا، ورئيس البلديه في دوله ثانيه هو يعني البلديه هي اللي تدير البلد. عندنا لا، هذول المنتخبين نص المجلس فقط اقل من الناس. انا اتكلم عن البلديه، انا اتكلم عن البلديه الان كبلديه يعني دخول هؤلاء. فوجود رئيس البلديه في اي مكان في العالم هو حاكم البلد، هو الذي يدير البلد. ميزانيه البلد عندنا احنا لا، البلديه هي جزء صغير مسؤوله في الطرق، مسؤوله في شغلات بسيطه يعني تصريف كذا، فليس لها دور كبير. فبالتالي كل هالعمل هذا ليس له دور كبير. هذه نقطه. النقطه الاخرى بس، واتمنى يكون في كوتا نسائيه الحقيقه. كوتا للنساء تنعمل في مثل هالانتخابات. ممتاز. انا طبعا لانه خلص الوقت، انا دائما على فكره في ناس كثار يقولون انه ما تعطي فرصه للضيوف ولا ذا، لكن الوقت دركنا. بقي لي اني اشكر الاستاذ عبد الله العتيبي الكاتب الاعلامي المعروف، واشكر ايضا الدكتور سليمان الضحيان ضيفنا للمره الاولى وان شاء الله المرات القادمه، واشكر الدكتور عبد الله الكعيد، واخيرا الدكتور محمد العبد اللطيف. والشكر موصول اليكم، الى اللقاء.